طيب نروح بعد كده لموضوع تاني، التيجاني وخديجة. كل يومين يا جماعة نلاقي قصة تشغل الناس وتاخدهم في حتة تانية وتالتة ورابعة. خديجة بتتهم الشيخ التيجاني بالتحرش. الشيخ التيجاني يقول دي مريضة نفسية، وفجأة تطلع قضايا قديمة ويتقبض عليه ويتم إخلاء سبيله بكفالة تصل ل50,000 جنيه. طيب إيه الموضوع ده؟ إحنا وصلنا لإيه؟ بغض النظر، لما يكون في يعني نفسي ناخد بالنا، مش بشكل عام التحرش ممنوع. حصل تحرش بنلجأ للقضاء، القضاء يقول كلمته مين الطرف الصح، لكن بلاش يعني نحكها في موضوع الدين وشيخ وتحرش. احنا كده بنسيء للدين الاسلامي، بنسيء للدين. في شيوخ، في شيوخ طرق، في ناس متصوفة وناس محترمة جدا، والناس دي ليها دور اجتماعي وسياسي ووعظ إلى آخره، وليهم مريدين، ليهم احترام وليهم تقدير. في ناس منهم بتتطرف وبتخرج عن المألوف. مش لازم لو لقيت حاجة فيها تطرف، بالذات في الحاجات الدينية، يعني نكون أكثر حساسية، نكون خايفين على ديننا أكتر. بلاش على طول، لأن في أعداء متربصين لنا. إحنا دايما لما وده يقول لي ده وده يعيد لي ده وورد في ماوس بقى وفضيحة، إحنا ما بنصدق، وإحنا اللي نسيء لنفسنا، ما بنخدش بالنا إن في ناس متربصة بالدين ده. لازم أبقى حريصة على ديني، مش على طول كل الإعلام، كل وسائل التواصل، الشيخ والفتاة والتحرش في ناس بتاخد ده ذريعة للإساءة للدين بشكل عام. لما يكون في قضية خلينا نفصل ونبعد عن الدين شوية، وخليها في تحرش، في قضاء، الموضوع صح غلط مش أنا اللي هقيم، ولا حضرتك اللي هتقيم، ولا حضرتك اللي هتقيمي. إحنا هنعمل فضايح وبس، إحنا هنسيء لديننا، إحنا اللي بنتكلم في هذا الموضوع بشكل، ونفضل ننشر وشير ليه؟ ما نستنى ما القضاء يقول كلمته ونبعد شوية عن حتة الدين والشيخ المتصوف والطريقة دي ظهرت من كام سنة وفي أخطاء كذا. إشمعنا دلوقتي؟ يعني ممكن تكون دي حاجات مدسوسة، في ناس بتهاجم هذا الدين، بلاش ده. يعني خلينا شوية يبقى في إعمال للعقل والمنطق. دي بلد الأزهر الشريف يا جماعة، المنارة، ما ينفعش يطلع من عندنا احنا ده. وهو أو غيره من المتطرفين هم ليسوا رموزا للدين الإسلامي. في عندنا رموز أكبر من كده بكتير، دول نتكلم عنهم. إنما ما خدش فضيحة وأقول ده رمز وهقول شيخ وهقول طريقة، لا لا خالص. وحتى هذه اللحظة لم تثبت هذه الفضيحة. هناك متربصين بالدين الإسلامي، ده مش على مستوى مصر، العالم العربي، العالم الإسلامي. وحتى هذه اللحظة هذا الرجل ما زال متهما، قد يبرئه القضاء، نحن لا نعرف الطرف الآخر، لكن إحنا نسيب كل حاجة رجل دين. زي بس للأسف هو ده دايما الشائع، احنا بنلاقي حد بدقن وغلط غلطة، ولكن شوف الشيخ عامل ايه، شوف الست المنتقبة، شفت الست محجبة، ده تربص بالدين وليس بالشخص، ودي إساءة للدين. بلاش نجري لثقافة التكت، أرجوكوا ما يمس دين الإسلامي فلنبتعد عنه، بلاش ننساق ورا السوشيال ميديا وقرافها بقى.